واليوم بالاخبار بجريده الاخبار في ملف كمان صحيح كنت اسالك عنه يعني اليوم في عم يبعثوا رسائل ونحن عم نبعث رسائل هل كان رد هذا الملف اليوم في جريده الاخبار لانه تقني. حتى في يعني في مقابله مع مسؤول جهادي كبير في حزب الله هناك نشر للعتاد العسكري ان كان طائرات او نوع الصواريخ والى اي مدى ممكن ان تصل هذه الصواريخ في اي معركه محتمله عن اهميه الجهاز الاستخباري لدى حزب الله الذي يعمل منذ عام 2006 وحتى اليوم 2022 وقد ايه الفارق الزمني انه اذا عاملين مقارنه اذا من 2000 لل 2006 كيف كانت القدره الاستخباراتيه عند الحزب اليوم قد ايه تطورت هذه القدره يعني وحتى في مقالات اخرى كتبت عن خلدي ايضا عن معركه خلدي وعن مسار المقاومه بشكل عام خلال السنوات الطويله الماضيه هل كان هذا الملف رد على هذه الرساله التي يعني نقلها الياس كرام من على لا مش بالضرورة على هذا التقرير نعم. بس على جو عم يبعثوه الإسرائيلية عبر عدة وسائل إعلامية وحتى عبر الوسيط الأمريكي يعني حتى الوسيط الأمريكي عندما جاء في الآونة الأخيرة والتقى ببعض المسؤولين اللبنانيين أرسل رسائل غير مباشرة لحزب الله بأنه في مكان ما أنتم ما لكم مصلحة بالحرب والإسرائيلي مأزوم وبيعمل حرب وما بعرف شو هن عم يبعثوا رسائل والمقاومة عم تبعث رسائل وبرأيي هذا الملف بإطالة الرسائل اللي عم تبعثها المقاومة لتقله لصانع القرار الإسرائيلي بأنه الحرب مع لبنان مش نزهة والحرب مع لبنان لا تشبه بأي شكل من الأشكال الحرب مع غزة والقائد الجهادي بالمقاومة اليوم ظهر يعني جوانب من إمكانيات المقاومة التي من الممكن أن تضعها في الميدان في المواجهة مع أي يعني مع العدو الإسرائيلي في أي مواجهة اليوم لافت أيضا في هذا المقال القائد الذي لم يتم ذكر اسمه وبقي مبهم يقول إنه في المعركة المقبلة ستنتقل المعركة ليس على الحدود الشمالية إنما إلى الأراضي 48 لأنه هو يقول إنه أي هناك تحضيرات إسرائيلية لنزوح كامل من المنطقة الشمالية باتجاه أراضي 48 وبالتالي سيكون سهل على حزب الله أن يدخل هذه المنطقة في أي معركة مقبلة وبالتالي لن تكون على الحدود الإمكانيات اللي ركمتها المقاومة من 2006 لليوم جعلت حزب الله يعني والمقاومة في لبنان لديها قدرات نوعية مختلفة تماما عن هذه المواجهة 2006 اليوم يعني سمحت السيد صار حاكي أكثر من مرة عن بحرا جوا برا مما يعني أن المقاومة لديها سلاح قادر على ضرب طيارات قادر على ضرب بوارج قادر على ضرب منصات الغاز في كل ساحل فلسطين المحتلة لديها طائرات مسيرة الطائرات المسيرة اليوم هي درة التاج في السلاح بالعالم يعني صحيح. في سلاح الطيران الحديث في العالم كل العمليات اللي عم تصير حتى شفنا يعني ان الظواهري عندما تم اغتياله بدرون ناغورني كاراباخ الأذربيجاني حسموا المعركة بالطيارات المسيرة صح. ضد القوات الأرمنية وبالتالي هذه يعني هذا السلاح الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة هي سلاح نوعي والمدى الذي تتمتع به المقاومة هالمرة المدى الجغرافي قبل كانت حارب بالجنوب بالبقاع اليوم عندك سوريا عندك المدى السوري والجغرافيا السورية وما أتاحته للمقاومة بعد العدوان على سوريا بال2011 والحرب التي جرت ضد سوريا بال2011 وبالتالي مش نزهة المسألة والقرار السياسي في الكيان الإسرائيلي يدرك أنه مش نزهة المواجهة ولكن احتمالية حصول حرب تقدر أديه ممكن تكون أنا أميل أنه الاتفاق سيجري ولكن أي خطأ بالحسابات قد يأخذنا إلى حرب خاصة من قبل مين الخطأ من لبنان أو من قبل العدو من قبل العدو لأنه المقاومة ما رح تعمل يعني منا بيحسي المقاومة عن حرب المقاومة بيحسي عن تحصيل حقوق لبنان وكسر الحصار الأمريكي عن لبنان عم نشوف الطائرات المسيرة التي يملكها حزب الله ونشرت اليوم في صحيفة الأخبار وكل طائرة يعني هناك طائرة زرقاء اللي يعني بحسب ما قيل أنه لما تكون سما زرقاء بتمرق الطائرة يعني هناك مناسبة صناعة لبنانية نعم لأنه حتى قيل أنه حتى هذه الطائرات ربما لا تتناسب مع إيران والأجواء العسكرية الإيرانية صممت خصيصا اللي هو
القائد الجهادي قايل انه عندنا سلاح مش موجود حتى مع الايرانيين، مما يعني انه المقاومه لديها قدرات مختلفه بالنظر الى طبيعه الجبهه وطبيعه الميدان. انا اذا بنحط الوقائع 1+1 قلت لك بالبدايه تقنيا بنروح على الترسيم، بس بالسياسي صعب كتير. بموضوع الحرب تقنيا صعب كتير الحرب، ولكن اي خطا بالحسابات ممكن يدفع عليها. هذا الشيء كان بحرب تموز، يعني قبل عمليه الاسر بتقدير الموقف. اكبر محلل سياسي تساليه وقتها انه شو رايك بتروح اسرائيل على حرب مدمره بتدمر لبنان، بيقول لك لا ما لهم مصلحه لعده اعتبارات. وقتها صارت عمليه الاسر، راحوا الاسرائيليين بالنظر لظروف المنطقه ووقت جورج بوش والشرق الاوسط الجديد عملوا حرب مدمره، وقت المقاومه ما كان عندها هالقدرات اليوم. لذلك يعني نحن هلا بلحظه الكباش ومحاوله لي الاذرع بالمفاوضات القائمه. بتخلص المفاوضات تقنيا والترسيم، بيبقى في ملف اساسي انه كيف نحن بدنا نستفيد من هذا الترسيم، مش انه يبيعونا مي وملح. يعني يعطونا انه اوكي ها حدودكم يلا اتكلوا على الله. هن حيعطونا برايك ممكن يعطونا المطالب اللبنانيه اللي هو يعني كامل خط 23 وحق القانون بشكل كامل وضمانه ببدء العمل والتنفيذ؟ الجو اللي اجى فيه هوكشتاين بالمشوار الماضي كان ايجابي، هلا ناطرينه ليجيب لنا الرد الاسرائيلي على رد لبنان. وبس يجي الرد او بنرجع على الناقوره او بدنا نشوف وين بدها تروح الامور، وهل سيكون للمقاومه كلمه بالعشرة 15 يوم المقبلين، يعني حركه ما رساله ما، يعني الامور مفتوحه بالهول 10-15. لكن الوقت ضيق. لا ايه الامور مفتوحه على عده احتمالات، ولكن المناخات اللي عم تجي على لبنان مناخات ايجابيه، كيف تترجم ناطرين. هذا هو يعني. طيب كيف يمكن للبنان أن يستغل بحال قمنا بترسيم الحدود ووقعنا هذا الاتفاق بين لبنان والعدو الإسرائيلي أن يستفيد منه اقتصاديا؟ يعني اليوم في شركات مفروض تبلش، وحكي أنه نوفاتيك انسحبت من كونسورتيوم أني توتال، ويعني هي الشركة الروسية بقي الفرنسي والإيطالي بهذا الكونسورتيوم. بعتقد انه هذا الانسحاب الروسي من هذه الشراكه له علاقه بالجو اللي صاير باوكرانيا والصراع، يعني صراع الطاقه المنبثق عن الحرب الاوكرانيه بين روسيا واوروبا والولايات المتحده الامريكيه من جهه، ومن جهه ثانيه بعد قمه طهران واجتماع التركي الروسي الايراني من شهر، مش من زمان، من 20-25 يوم. يعني بعتقد في كمان مسايرة لموقف الأتراك على المتوسط، لأنه الأتراك ينظرون إلى التحالف المصري اليوناني القبرصي النفطي الإسرائيلي، بينظروا له بأنه هذا ضد مصالحهم الأتراك، وبالتالي قد يكون هنالك أبة باط للأتراك بهذا الملف، يعني واعتراف بدور ما لهم مقابل أدوار يعطونها هن بأماكن أخرى للروسي وللإيراني. كمان ملف النفط على المتوسط سيكون عنوان لصراعات مقبلة ولحسابات مقبلة، يعني لبنان سيكون جزء منها. واحدة من الأشياء لبنان وسوريا عبر أي خط بدهم يبيعوا؟ سؤال. يعني إذا هلأ في اليونان ومصر وإسرائيل وأبرس عاملين تحالف غاز وعملوا تفاهمات على 3 سنين مع المفوضية الأوروبية، وقعوها بالقاهرة الشهر الماضي من شي شهر ونص، بيبقى في لبنان وسوريا والأتراك، مش هيك؟ من هيك عم بيصير هذا التقارب بين سوريا وتركيا؟ بعتقد له معنى، يعني له حساباته. هيدا التركي بهمه انه يكون عنده كمان تفوت على اوروبا غاز عبره. لبنان وسوريا ما فيهم يفوتوا عبر الخط الموجود فيه الاسرائيلي، وبالتالي يصبح الدخول الى الخط التركي والذهاب يعني الغاز والنفط اللبناني والسوري عبر الخط التركي بصير واحد من الخيارات السهلة والمتاحة. طيب اليوم اقتصاديا سنستفيد، سينعكس إيجابا صراعنا اليوم، لأنه حزب الله لما فات على الملف مش بس فات على الملف لحتى يقول أنه موضوع الترسيم، أصلا حزب الله لا يعترف بكل الكيان الصهيوني، وبكرة بس نرسم وبالخطوط حتى
ايه وبكره بس نرسم، مش معناته انه نحن اعترفنا انه بالمقابل في اسرائيل، لا، هذه اراضي فلسطينيه وثروات فلسطينيه مغتصبه بالمطلق، يعني هذه وجهه نظرنا. ولكن ايضا الدخول هو لينقله للامريكي وغير الامريكي، انه نحن بنعرف وانت بتعرف انه جزء كبير من الازمه انت مسؤول عنها بلبنان، صح اسبابها داخليه، بس مثلا موضوع الكهرباء انت منعنا نجيب غاز من مصر لنرفع التغذيه لعشر ساعات عبر سوريا عبر الاردن، مش هيك؟ هذا ملف من الملفات. انت بال 2014 ضربت له عيده لتوتال وغير توتال وقلت له طلع من الملف، فجاه 2014 كانت توتال عم تنقب ودافع 100 مليون دولار بالتنقيب، وهذا الكلام قاله رئيس توتال للفرنسيين، استدعوه مؤخرا وقعدوا معه عشان ملف لبنان.